يعني من مظاهر التخلف عن المواطنة أو عن ركب المواطنة الحكي القائل من سلمش، من هنيش، من، وهي أسئلة أصبحت موسمية وتتجدد مع كل عيد لإخواتنا في مصر. الأخطر أن هناك كراهية مستبطنة لدى بعض الطيارات للآخر وليكن السلفيين. يعني حاجة غريبة، ابتدروا نوع من العداء. يعني في مقولة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قال: إن لم يكن أخ لك في الإسلام فهو أخ لك في الإنسانية. يعني ده إنسان، والله كرم بني آدم، ده بني آدم، بني آدم يعني هم كل أبناء آدم من المسلمين، ما هو دول بني آدمين زيك، يعني أنت تحترمه، ده أخك في الإنسانية، ده مواطن زيك له جميع الحقوق التي تتمتع بها أنت. يعني أنا أشيد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا إنسان مسيحي، مصري مسيحي. لا، أنا اعتبرته مصري فقط ولم آتي على فكرة المسيحية أو الديانة لسبب. لا، بس هو برضو يعني وضع في الاعتبار عند تعيينه أنه مسيحي حتى يخرس الألسنة التي تقول أن المسيحي لا يحق له أن يصل إلى المناصب العليا في الدولة. أنا الرسالة وصلتني كالآتي: أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي إلا بالكفاءة. وهذا كفؤ. وهذا قاضي جليل. وبالتالي أنا بخشى من المثقفين أنهم يظلوا يلحوا في مثل هذا: أول رئيس محكمة مسيحي، أول محافظ مسيحي، أول صحيح كلها بشريات جيدة وبشريات ممتازة، عندنا ثلاث محافظين مسيحيين شو بشرة جيدة، عندنا عدد جيد في البرلمان، عندنا عدد جيد في الوزارة، بس إحنا كمان ما نسيمش في الإلحاح على قضية يجب أن تخرج من القاموس المصري الذي يعين المستشار بولس فهم. كفى، تاريخه قضائي. تسمح لي اختلف معك؟ اختلف في حالة. ما هو اختلافهم رحمة. ده في الحالة دي. يعني احنا في اول مبادرة لمجابهة او القضاء على الفكر الذي تغلغل لمدة سنة في اذهان المصريين. ده عقود. ده عقود بحر الكراهية. بس انا برضو يعني بقول ان بحر الكراهية امتلأ. ازداد يعني ازدادت اسلمة الدولة. وترته زادت. في عهد الاخوة. فالرئيس عبد الفتاح السيسي بيعيد يعني هو اللي احنا بنسموها يعني العودة. عايزين نعود الى فكرة التسامح وان كلنا سواسية. يسموها دي اسكندراني. يسموها دي اسكندراني. ما انا اسكندرانية. أيوة. وبنحبوه. انت عارف حضرتك انا لما استلمت وسام الاستحقاق من الطبقة الاولى من الرئيس مبارك وطلعت للمنصة فبيقول لي قالوا لي انك سويسرية. قلت له انا قبل ما اكون سويسرية انا مصرية اسكندرانية وبنحبوك. فضحك الله يرحمه على كده. فلانا سيادتك بتقولي تختلفي. انا مش مختلف مع المنهج. هذا المنهج منهج محترم وراقي. انا عايز ادعمه بفكرة المصرية. يعني انا عايز ادعمه دائما بتعلية فكرة المصرية. وزي ما قلت لسيادتك مصري مسيحي او مصري مسلم. ما يجري في موضوع المواطنة في مصر انا ممكن احكي فيه كتير ولكن مش مطلوب منا الحكي، مطلوب منك الرؤية. اتفضلي. انا برضو زي ما بقول لحضرتك ان انا يعني بعتبر ان دي مبادرة ودي مبادرة كانت لها لازمة يعني للبسطاء من المصريين. رسالة. لاحظ برضو يعني انا مع احترامي الشديد يعني لكل المصريين والمفكرين بس دول يمثلوا قلة. نخبة. يعني هؤلاء نخبة. وبعدين نسبتهم قليلة. تقصدي ان الرسالة بعلم الوصول للشارع. للشارع. زي رسالة. بالضبط. للشارع المصري. زي رسالة عيد الميلاد. بالضبط. أن يكون في الكاتدرائية في عيد الميلاد. بالضبط. هو ليه رايح للكاتدرائية في عيد الميلاد زي ما هو قال. رسالة. أنا قال هو يعني من أقوال على فكرة أنا بتتبع برضو كتبه وأحاديثه وبرضو يعني عنده وعي شديد بمسؤوليته إن هو يلم شمل المصريين. يعني دي حلوة. لأن اللي كان مستهدف اسمتهم على اتنين التفرقة. ما هو والاستهداف مرة أهلي وزمالك
فتنة كبيرة قروية، مرة مسيحي ومسلم، فتنة كبيرة وطنية، مرة مسلم وشيعي، وحصل كارثة هنا في إحدى لا وهنا في مصر عندما سحل بعض الشيعة في أيام عام الرمادة اللي هو عام الحكم الإخواني. فاللي أنا أقصده أن هذه الرسائل زي رسالة المسجد والكنيسة في العاصمة الجديدة، وأن يدشنها، وأن أول حاجة عملها أو بناها في العاصمة الجديدة أنه بنى كنيسة وبنى ومسجد وكنيسة، وأن يفتتح الإمام الأكبر الكنيسة، يدشن الكنيسة فيها، ويدشن البابا المسجد. ده شيء برضو، ده شيء برضو. دي كلها رسائل لحضرتك. يعني دي رسالة، رسالة موجهة لرجل الشارع. أنا ما بحبش تعبير رجل الشارع، أنا عايز أقول إنسان الشارع، رجل أو امرأة، إن هم لازم يفهموا إن إحنا نسيج، والنسيج بيتكون من عدة خيوط علشان خاطر يعمل النسيج الوطني الاجتماعي. وعلى ويعني دي, دي 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 الأفكار اللي لازم يعني نربيها في النشء في الأطفال. من البشريات اللي أزفها لسيادتك إن عكس عدم التهنئة في كل عيد لإخواتنا تنهال التهاني سيول، وكأنهم يواجهون الكراهية بالمحبة. بالضبط طبعا، يعني يواجهون الكراهية بالمحبة. بالمحبة. احنا زمان يعني انا فاكرة كنا في الاعياد، كان مثلا جيراننا، كان في انا اسكندرانية، كان في اسكندرية كثير من اليونانيين واللبنانيين والسوريين والايطاليين، فكنا يعني كانوا جيراننا، واليهود كانوا جيراننا يهود، وكانوا جيراننا جريج، وكانوا جيراننا ايطاليين، كنا في اعيادهم، كنا في اعيادهم هم بيجيبوا لنا الكحك بتاعهم اللي هم بيعملوه، واحنا في اعيادنا بندي لهم طبق كحك. يعني لما كانوا بيجيبوا لنا الطبق ما بنرجعهوش فاضي، لازم احنا طقس. نحط فيه الكحك، لازم تحط بتاعنا فيه ونديه لهم. انا شفت القائمه بتاعه الاعياد الرسميه في 1951، كل دول لهم اعيادهم رسميه، رسمية. وباجازات فيعني حاجه يعني برضو جدا. المبادره ان احنا عملنا برضو سبع ايام سبع او سبع يناير أجازة. لا واعتقد ان في اعياد اخرى برضو اعياد تخص اخواتنا، لكن بالنسبه لسبع يناير ده اجازه رسميه للجميع. على فكره انا عاصرت بقى لما كنت موظفه في مصر، عاصرت لما كانت السبع يناير للمسيحيين فقط. أيوة. وبعدين انا احتجيت اياميها ودخلت لرئيس مجلس الاداره وقلت له انا زميلتي ازيس، هي كانت اسمها ازيس، قلت له زميلتي ازيس بتاخد اجازه يوم 7 يناير وانا اقوم بشغلها، فانا بقوم بشغلي وشغلها، فده ظلم ليا. فاحتجيت. هو الحقيقه كانت الديالوج فتم تعميم بقى ان ده للجميع. هو الحقيقه كان المقترح بتاع الدوله المصريه ان يوم عيد القيامه ويوم عيد الميلاد. ولكن الذي تحفظ على هذا الامر وده ثابت تاريخيا البابا شنوده، حتى لا يحدث يعني حساسيه فيما يخص عيد القيامه، لاختلاف البيان في الانجيل بين الانجيل والقران.